الحمد لله. فكما شفنا الحصه ديال اليوم فتظن ان اللاعبين لا بدنيا ولا من ناحيه التقنيه ولا من ناحيه التهنئه فتظن انه كاين واحد القابليه وكاين واحد الاستعداد. فالحمد لله حنا من وراء المعسكر ديال اكادير كانت عندنا واحد النسبه ديال 90% ديال اللائحه اننا ديالتنا انها تحددات. فتظن انه اللي عاود اضطرنا اننا خصنا واحد اللاعب اخر هو فاش الذهاب ديال الفقيه. فاحنا محتاجين لواحد جوج ديال اللاعبين. الحمد لله المجموعه راه راضيين عليها ان شاء الله، ومجموعه تتمجد بالخبره وباللاعبين شباب وباللاعبين في المستوى اللي تنتمنى الله هو ان الانطلاقه ديالنا تكون في المستوى. الحراره اللي تتوصل 45 و 48 درجه فتظن انه صعيب عليك انك تدرب في حصة مسائية، خصوصا ان تنعرفوا ان مراكش صعيب انك ان بنادم صعيب انه ينعس. لهذا تنضطروا اننا نخوضوا الحصص شوية بكري باش توبليجي اللعاب انه ينعس بكري. وتنظن هاد الوقيته هادي راه الجو تيكون شوية ملطف، وهاد الوقيته هي ديال لي زونترينمون. وان شاء الله غادي نحاولوا دائما ناخذوا الحصص ديالنا في الصباح على طول الموسم. غتكون عندنا واحد الحصة اللي غتكون عندنا في التوقيت ديال المباراة. استعدادات باش نكون واضح، كجميع الفرق يعني كتساعد، يعني كيعرف الانسان انا في هذه الفترة هذه كيكون استعدادات يعني بدنية كثيرة اكثر، وبالنسبة اقل من او نيفو تاكتيك. وكنتمناو اننا ان شاء الله نبقاو غاديين في هذه الوتيرة. دوزنا يعني واحد التربو استعداد اللي كان في مدينة اكادير اللي كان جيد بالنسبة لنا، تحسن مستوى اللياقة ديال اللاعبين. الان جينا في واحد الخط التصاعدي اللي في المباريات اللي الحبية اللي لعبنا. والحد الان يعني التفكير ديالنا شويه كيصب المقابله الجايه ديال الوداد البيضاوي اللي كيعرف فينا مباراه يعني صعيبه، ولكن غادي نواصلوا التدريب ديالنا وغادي نوجدوا بما فيه الكفايه، لاننا عارفين المسؤوليه اللي علينا ان شاء الله باش نكونوا في لوجيرجي في نهارنا كما تيقولوا. استعداد يعني مزيانه، اللعابه منسجمين، امور غاديه مزيانه الحمد لله. ان شاء الله هذا الموسم هذا غيكون مغاير على الموسم اللي فات بالنسبه لامكانيات اللاعبين اللي جاوا غيعاونونا هذا العام هذا. يعني امور طبيعيه وغاديه في طريق صحيح ان شاء الله. اش بنقول لك، كاس العرش ماشي هو البطوله، يعني كاين الفرق يعني عندك 50-50. حنا غندخلوا المقابله عندنا في مراكش ان شاء الله نقدموا اداء زين ونخرجوا بنتيجه ايجابيه، ومن بعد نفكروا في المباراه اللي غتكون في مدينه الطربيده ان شاء الله. حنا دابا الفريق عندنا اغلبيه اللاعبين شباب، يعني ما نقدرش نقول لك غننافسوا على البطوله. حنا نكونوا فريق، حنا دابا في مسار تاع تكون فريق، يعني يمكن دابا موسم ولا موسمين يكون تفكير اخر، ولكن هذا الموسم ان شاء الله غنكونوا فريق الموسم الجاي، ونتمنى الامور تسير في مسار صحيح وندوز هذا العام احسن من الاعوام اللي طافت. الاستعدادات كتمر في ظروف نقدروا نقولوا حسنه، كاين بعض الاكراهات، ولكن الحمد لله عموما التدريب والاستعدادات كدوز في كيف ما بغيناها. كنتمنوا على ان تحسن ظروف ديال هاد الاستعدادات، هذا ما تيمنعش على ان بالنسبه للعطاء ديال اللاعبين الانضباط ديالهم في التمارين وفي التدريب فهو ممكن نوصفه بالجيد. وكنتمنوا على ان هاد المجهودات اللي كيقوموا بها اللاعبين تكلل ان شاء الله بنتائج جيده، خصوصا مع بدايه الموسم. طيله مجموعه من المواسم فريق الكوكب المراكشي كان كيلتجأ يعني لاستقطاب اللاعبين، لاعبين اللي كتكون عندهم الاسم ديالهم، كتكون عندهم خبره، ولكن هذا ما منعوش انه في مجموعه من المواسم كان كيعاني. هاد السنه هادي في اطار واحد يعني نقدروا نقولوا واحد الرؤيه منسجمه ما بين الطاقم التقني والمكتب المسير، باش ان اولا تكون ترشيد النفقات فيما يخص انتداب اللاعبين، وكذلك الاعتماد على لاعبين اللي يكون مازال عندهم يعني واحد الطموح وعندهم امل في المستقبل، بحيث ان العطاء ديالهم داخل ارضيه الملعب يكون
افضل، ولكن كيبقى الهدف الاساسي ديال فريق الكوكب هذه السنه هو اولا المحافظه على المكانه ديالو في القسم الوطني الاول في اقرب الاجال، وفي نفس الوقت الوضع الاسس الفريق اللي ممكن انه يكونوا فيه لاعبين صغار ولكن لاعبين عندهم التجربه. حتى من ناحيه اللاعبين اللي انتدبهم الفريق هذه السنه فكاين يعني نقدروا نقولوا سن صغير، لا الحلالي لا سيدي بي باستثناء القاضي، ولكن تنظن على ان التوليفه اللي كاينه هذه السنه ما بين لاعبين مخضرمين ولاعبين شباب ولكن عندهم تجربه وعندهم مؤهلات ممكن انها تعطينا، وهذا ما نتمناه، يعني نتائج افضل لهذا الموسم المقبل ان شاء الله. الحمد لله، يعني السادات كانت الحمد لله كلها مزيانه، الحمد لله اللاعبين كان الحمد لله يعني هما يعني كانوا في المستوى، ثم كذلك يعني التدريب كان مكثفة، والحمد لله يعني دابا حنا ان شاء الله يتم استعداد يعني البطوله وكذلك الكاس، لان حنا اول شيء غنبداو بالكاس باذن الله سبحانه، نطلب الله يوفقنا، يعني الحمد لله يعني اللاعبين جميع اللاعبين مستعدين الحمد لله لهذه المقابله باش تكون ان شاء الله النتيجه ايجابيه بالنسبه للفريق المراكشي ان شاء الله. بالنسبه لحراسه المرمى يعني كعرف كيعرف الجميع ان يعني عقيد محمد يعني كان هو معار يعني لست اشهر فقط، ف يعني ما ثم كذلك يعني ما كانش عندنا باش يعني يزيد في يعني مع النادي، فالحمد لله النادي فكر باش يجيب يعني حارس مرمى اللي الان هو بايو الحمد لله يعني لمده 3 سنوات، فهذا بالنسبه لحراسه المرمى بالنسبه لنا مراكش يعني مهم جدا، لان ما يمكنش حارس مرمى يعني يلعب معك 6 شهور او عام، فلا بد يكون عنده مده يعني طويله باش يتادبط مع الفريق وتادب مع اللاعبين. الاستعدادات اللي تيقوم بها فريق مراكشي للاستعداد للبطولات هذا الموسم تتمر في ظروف جيده، هناك طاقم تقني منسجم، هناك لاعبين جميع اللاعبين تيقوموا بمجهودات جباره، وهناك استقامه في التدريب، وهناك انضباط كبير. تظن بان الكوكب المراكشي هذه السنه غير من التركيبه البشريه ديالو، هناك لاعبين شباب اللي التحقوا بالفريق، معدل السن تاع الفريق هذه السنه انخفض بواحد النسبه كبيره. تظن بان الاهداف اللي رسمها الطاقم التقني ولا المكتب المسير هذه السنه هي تكوين فريق تنافسي اللي يقدر يحتل ما بين المرتبه السادسه او السابعه في البطوله، فتظن باننا استعدادات نوعا ما في مدينه مراكش صعبه للغايه، ما لقيناش الظروف اللي بغينا 100% نظرا لحراره الطقس، فالطاقم التقني والتي برمجها هي تقريبا حصه واحده في, 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 في اليوم، وتنظن بان المقابله اللي غادي نجريو ان شاء الله في ثلاث مقابل اللي غادي نجريوها ان شاء الله في هذا الاسبوع غادي يعطيونا واحد نظره شامله على المستوى اللي وصلنا ليه في الاستعدادات، وتنظن بان الفريق المراكشي هذه السنه غادي يكون في المستوى اللي تيطمح ليه جميع الجمهور تاع مدينه مراكش.